مساء الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ من الحاجات برضو اللي وصلتني النهارده الشنطه البني دي اللي انا وعدتكم ان انا برضو هوريها لكم اهي. حاول ان انا اجيب لكم شكلها. حلوه جدا جدا وشيك جدا، وحجمها تحفه، حجمها حلو كبير. تمام، وهوريها لكم. بصوا هي فيها صوصات كتير قوي، يعني في صوصتين كده، يمكن انا اول مره اشوف الصوصات في المكان ده. هنا كده في سوستة، والناحية التانية زيها في سوستة، ومن جوه هي الشنطة حلوة جدا برضو وكبيرة جدا، يعني فيها سوستة برضو جوه اهي. تمام، وفيها جيب جوه تاني للموبايل، وجيب تاني اهو صغير، وهي مساحتها من جوه حلوة جدا، يعني الشنطة من جوه واسعة وكبيرة جدا. شايفين؟ بجد حلوة جدا، يعني انا انبسطت ان انا بجد طلبتها. اتمنى ان انتوا لو لحقتوها بجد تطلبوها. برضو جاي معاها حزام كروس حلو قوي. السوستة بقى، السوستتين لما بيتقفلوا. تمام، السوستة دي ثواني اوريها لكم. السوستة دي لما بتتقفل كده بتيجي هنا كده وبتاخد الشكل ده، وده شكل الشنطة من قدام. تمام، وده شكلها من ورا برضو. نفس الفكرة برضو، السوستة هنا بتنزل هنا كده. تمام، حلوة جدا وشيك جدا، وزي ما قلت لكم ده ليها حزام كروس اهو، ده الحزام الكروس بتاعها. بجد من الحاجات الحلوة اللي لو لحقتوها الشهر ده بجد هتعجبكم قوي. ميرسي جدا ليكم.